المغرب يستعد لتوجيه ضربة جديدة وكبيرة لإسبانيا. أفادت مصادر إعلامية إسبانيا أن المغرب يدرس حاليا الموافقة على طلب تلقاه من حكومة مقاطعة كاتالونيا الراغبة في افتتاح سفارة لها بالعاصمة المغربية الرباط. الخبر أكدته أيضا مستشارة الحكومة الكاتالونية للسياسة الخارجية فيكتوريا ألسينا، والتي قالت في تصريح لها أن مقر سفارة كاتالونيا بالخارجة الخاصة بمنطقة شمال إفريقيا سيتم نقله من تونس إلى المغرب. صحيفة لاراثون الإسبانية قالت فيما قالها إن قبول المغرب بالسفارة الجديدة معطى يجب أخذه بعين الاعتبار في العلاقات المعقدة دائما بين مدريد والرباط. القرار يأتي في وقت لم يتم تطبيع العلاقات بين إسبانيا والمغرب منذ أزمة استقبال زعيم بوليساريو إبراهيم غالي ودخوله للبلاد بهوية مزورة. واعتبرت الصحيفة الإسبانية أن قبول المغرب بالسفارة الكاتالونية لن يساهم من حيث المبدأ في تطبيع العلاقات بين البلدين. وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة المركزية الإسبانية تعارض افتتاح تمثيليات كاتالونيا في الخارج رغم أن الإقليم يتمتع بالحكم الذاتي، وأشارت إلى موقف حزب الشعب الإسباني الذي يعتبر هذه التمثيليات سلاحا للدعاية الانفصالية الكاتالونية. وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة الكاتالونية لديها عدة تمثيليات في الخارج وخاصة في أوروبا في باريس وبروكسل وروما ولندن وبرلين وواشنطن وفينيا وليشبونة وكذا في دول الشمال ودول البلطيق وأوروبا الوسطى والبلقان، وتغطي التمثيلية التي ستنتقل من تونس إلى المغرب كافة منطقة شمال إفريقيا. نشكركم على حسن المتابعة.